السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة 5؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل بارت 2 في محاضرة البيستيسايد. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البيستيسايد وعرفناها وعرفنا الكولينيرجكس اللي هما الأورجان فوسفورس والكارباميت، وده طبعا اخد وقت طويل مننا قوي. ان شاء الله الجزء اللي باقي هياخد وقت قصير. هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ هنتكلم عن البايريسويدز والرودنتسايد مبدئيا كده. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت هنت بسيط عنهم. يعني البايروسويدز قلنا ان البايروسويدز ده جاي ازاي. كان عندنا ظاهره الاقحوان اللي بتطلع ماده اسمها البايروسين. الانسان صنع ماده منها شبيهه ليها اسمها البايروسويدز. البايروسويدز دي هي البايروسول. عايزين نتكلم كلمتين قبل ما نجيب الجدول بس عشان ما نتخضش من شكله. اول حاجه البايروسويد دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق ان هي ايون تشانل توكسينز. يعني ايه ايونو تشانل توكسينز؟ بتشتغل عن طريق ان هي بتديلي الكلوزر بتاع فولتج صوديوم تشانلز. في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتطول وقت الاكشن بوتنشال. يبقى اهم حاجه ان انا اعرفها في الميكانيزم اوف اكشن بتاعها ان هي ايون تشانل توكسينز، فبتطول الاكشن بوتنشال. تاني حاجه الكلينيكال بيكتشر. لو تفتكروا مثلا، تفتكروا لو البيروسول جه على اي حته في جسم الانسان هيعمل لها لوكال اكشن ولا سيستماتيك اكشن اكتر؟ اكيد هيعمل لوكال اكشن اكتر. السيستماتيك اكشن ده بيبقى قليل قوي، انما اللوكال اكشن ده بيبقى مشهور وبيحصل جدا. سواء مثلا جه على السكين هيعمل شويه ريسيمه، هيعمل شويه باراسيزيا. لو جه على العين هيعمل كونجكتيفايتس، هيعمل لاكريميشن. لو جه على جي اي تي هيعمل نوزيا وفوميتنج. يعني هو اللوكال اكشن بتاعه بيبقى اكتر من السيستماتيك اكشن. تمام. طيب اما عاوز اعالجه هعالجه ازاي؟ هو مبدئيا كده ملهوش انتي دوت. العلاج بتاعه بسيط جدا، ان انا اشيله بس من المكان اللي هو فيه واعالج الاعراض بس مش اكتر. يلا بقى نشوف مع بعض. بسم الله. اول حاجه اهو البايريسويدز دي ايون تشانل توكسينز. طب يعني ايه ايون تشانل توكسينز؟ يعني هي بتاخر الكلوجر بتاع الفولتج جيت صوديوم تشانلز، فبتزود الاكشن بوتنشال. فبتعمل ايه؟ بتطول الديبولاريزيشن. يعني برضو معناها في الاول وفي الاخر ان هي بتزود الاكشن بوتنشال. ودي هاف هاي سيلكتيف توكسيسيتي تو انسكتس ان كونفرجن تو مامالز. يعني هي يعني الايفكت بتاعها على الحشرات بتبقى اكتر منها على الانسان. بعد كده دخلنا على الكلينيكال بيكتشر، والكلام سهل خالص والله. الكلينيكال بيكتشر على بتعمل لوكال اكتر ولا سيستميك اكتر؟ بتعمل لوكال اكتر. طيب لو جت على السكن هتعمل الحاجات بتاع السكن اللي هي تعمل شويه ريسيمه، شويه فيسكولايزيشن، هتعمل باراسيزس على المكان اللي هي جت عليه. تاني حاجه على لو راحت على العين هتعمل شويه سيفير سيمتومز زي ايه؟ زي البين واللاكريميشن والكونجكتيفايتس. على البلمونري هتعمل ابر واي اريتيشن، وعلى جي اي تي نوزيا وفومتنج ودايريا وابدومينال كرامب. بعد كده لو راحت على لو عملت بقى سيستميك اكشن هتعمل سي ان اس اكسايتيشن. الكلام كله اصلا يعني مش محتاج حاجه غير ان بس تعرفوا هو بيعمل ايه اكتر، والاعراض بقى هتبقى سهله في الكتابه اصلا. بعد كده التريتمنت طبعا هي حاجه بسيطه خالص، بشيله من المكان اللي هو اتعرض فيه. تاني حاجه البيشنت ده ما بيبقاش محتاج هوسبيتاليزيشن خالص. وكمان الجي اي تي دي كونتامينيشن ازنت انديكيتد انليس ذا بيشنت از انجستد مور ذان 1 جرام لكل كيلو جرام اوف ذا بويزن. يعني من الاخر هي حاله بسيطه، ولا محتاجه مستشفى، ولا والجي اي تي دي كونتامينيشن كمان مش مهم قوي في الحالات الخطيره، وكمان هو ملوش انتي دوت. يعني كل حاجه بتخف مع نفسها. المهم ان انا ايه اعالج الاعراض اللي ظهرت. لو عنده حصل كونتاكت درماتيتس بديله الحاجات بتاعه الحساسيه، بديله بقى انتي هيستامين، كورتيكوستيرويد، فيتامين اي. بس كده، ده كده ده كل الموضوع بالنسبه للبايروسويدز. كده يبقى احنا خلصنا البايروسويدز. اهم كلمتين فيه ان هي ايون تشانل توكسينز. الايون تشانل توكسينز بتشتغل عن طريق ان هي بتاخر الكلوزر بتاع الفولتج جيت صوديوم تشانلز عشان تطول الاكشن بوتنشال وبتطول الديبولاريزيشن، والكلينيكال بيكتشر بتبقى اللوكال اكتر من السيستميك. ولو كانت لوكال هتروح مثلا على المنطقه اللي هي فيها هتعمل الايفكت بتاعها. لو على السكين هتعمل شويه ريسيمه، هتعمل اي يعني الحاجات اللي هي بتبقى الكلينيكال بيكتشر اللي بتظهر على السكين. لو كانت على الاوكيلر هتعمل لاكريميشن وبين وكده. طيب التريتمنت قلنا ان هي ملهاش انتي دوت. تاني حاجه بشيل العيان من المنطقه اللي هو متعرض فيها. تاني حاجه الجي اي
الجي اي تي دي كونتامينيشن ما بيبقاش له لازمه غير لو كان واخد جرعه عاليه قوي. وطبعا بعالج الاعراض اللي ظاهره، لو هو عنده حاجات على الجلد بديله حاجات انتي هيستامينك، بديله كورتيكوستيرويد وبديله فيتامين اي. تمام كده، ده بالنسبه للبايروسويد. بعد كده هندخل على الرودنت سايد. الرودنت سايد اللي هي الراد كيلرز اللي هي سم الفئران. سم الفئران ده احنا عرفت لو نفتكر اتكلمنا عن الكارباميتس اللي كان من الكولينرجكس، وقلنا الكارباميتس ده كان انسكتسايد، قلنا ايه كمان ان الكارباميتس ممكن استخدمه كرودنت سايد، هو اصلا شغلانه الاساسيه ان هو رودنت سايد. طيب كان ليه اسم تاني، كان له اسم بالعربي كده مهم قوي، ان الكارباميتس ده اسمه سم فئران اسود محب. طيب دلوقتي احنا هناخد رودنت سايد. رودنت سايد ده بنقسمهم على حسب هي هايلي بويزنوس ولا مودريتلي بويزنوس ولا لو بويزنوس، لثلاث حاجات. اول حاجه لو كانت هايلي بويزنوس، الهايلي بويزنوس دي بتبقى خطيره جدا، العلاج بتاعها بيبقى صعب قوي، معظم الحالات فيها بتموت. طب المودريتلي بويزنوس زي الكارباميتس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. طب اللو بويزنوس اللي هو الورفرين تايب، الانتي كواجولانت والكولكالسيفرول، ده كله هنفهمه دلوقتي ان شاء الله. اول حاجه الهايلي بويزنوس. الهايلي بويزنوس ده حاجه اسمها زنك فوسفايد. الزنك فوسفايد ده سم فئران اسود ناعم زي اللي في الصوره ده بالظبط. يبقى الهايلي بويزنوس بتبقى مشكله كبيره قوي، اي حاجه اصلا فيها فوسفايد بتبقى مشكله. عايزين نقول كمان حاجه مهمه، ان الزنك، ان الفوسفايدز دي عيله بتبقى فيها حاجتين، الزنك فوسفايد وحاجه اسمها الالومنيوم فوسفايد. الميكانيزمين بتاعهم هما الاثنين بيبقوا حاجه واحده، زي بالظبط زي عيله واحده، الاثنين بيعملوا نفس الكلام. طيب الزنك فوسفايد قلنا اخوه كان اسمه الالومنيوم فوسفايد. طب الالومنيوم فوسفايد ده احنا هناخده برده كمان شويه. الالومنيوم فوسفايد ده اللي هو ايه، اللي هو قرص الغله. تمام، فالاثنين بيبقى ليهم نفس الايفكت ونفس التوكسيستي ونفس كل حاجه. تمام، يبقى لحد دلوقتي احنا بس محتاجين نعرف ان الهايلي بويزنس هو الزنك فوسفايد. بعد كده دخلنا على المودريتلي بويزنس اللي هي مين، اللي هي الكارباميتس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ولو نفتكر الشكل كان سم فئران اسود محبب زي اللي في الصوره دي بالظبط. بعد كده دخلنا على اللو بويزنس اللي هي السميه بتاعتها بتبقى قليله قوي، زي الوارفارين تايب انتي كواجولانت وزي الكولكالسيفرول اللي هو فيتامين دي 3. ده الوارفارين تايب لو ناخد بالنا من الشكل بتاعه، شكله زي شكل حباية الغلة، على شكل حباية الغلة. احنا طبعا كلنا عارفين حباية الغلة اللي هي حباية القمح نفسها، ده شكلها ده شكل الحباية، وبتبقى بقى مدين لها الوان، هي دي الورفرين تايب. تمام، عشان بس محتاجين نفرق بين قرص الغلة او برشامة الغلة وبين حاجة اسمها على شكل حباية الغلة. هي مش محتاجة ما فيهاش حاجة يعني، بس عشان بس لو في لخبطة في الكلام مش اكتر. اللي بعدها الكولكالسيفرول اللي هو فيتامين دي 3 برضو بيعمل توكسيستي اللي هو بالالوان ده. تمام كده، يبقى احنا دلوقتي قلنا الروت انسايد، قلنا ان في هايلي بويزنس اللي هو الزنك فوسفايد، وده بيبقى سيمي فئران اسود ناعم، وده بيبقى له نفس الايفكت بتاع مين، الالومنيوم فوسفايد اللي هو حبايه الغله او قرص الغله. تمام، المودريتلي بويزنس اللي هو الكارباميتس، وقلنا ده سم فئران اسود محبب. بعد كده اللو بويزنس اللي هم مين، اللي هو الوارفارين تايب انتي كواجولانت والكولكالسيفرول، وقلنا الوارفارين ده بيبقى نفس شكل الغلايه نفسها، اللي هي نفس الشكل بس مدين لها الوان بقى. تمام، وده بيبقى موجود في معظم البيوت، وده اصلا سم الفئران المنتشر قوي اللي بيتاخد. وده لانه ايه، درجه السميه بتاعته قليله شويه، لا يعني لو طفل خده كده ما بنعرف نلحقه، انما الهايلي بويزنس ده صعب قوي ان حد يلحقه. الكارباميتس بنلحقه بالانتيروت وكده، بس برضو بعدها بوقت ممكن الكلينيكال مانيفيستيشن تبقى اخطر، انما اللو بيزنس بعرف الحقه والسيمتومز تبقى قليله شويه. تمام كده، هنتكلم دلوقتي عن ايه، هنتكلم عن الفوسفايتس نفسها. تمام، الفوسفايتس احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من الفوسفايتس، زنك فوسفايد والالومنيوم فوسفايد. ثواني، ادي الزنك فوسفايد ودي الصوره بتاعتها اللي احنا قلنا عليها سم فئران اسود ناعم. تمام كده، ودي بتبقى هايلي بويزنس، والثانيه اللي هو الالومنيوم فوسفايد اللي هي برشامه الغله او قرص الغله
هي دي بقى اللي بينتحروا بيها وكده يعني. تمام. طيب عايزين دلوقتي نتكلم عن دول بقى ليه هم هايلي بويزنس. عايزين نتكلم عن الميكانيزم اوف التوكسيستي بتاعهم. ادي هنتكلم عن الميكانيزم اوف التوكسيستي بتاعه الفوسفايتس عموما. بسم الله. تمام. اول حاجه، يا ترى هي ليه بقول عليها هايلي بويزنس اصلا؟ بقول عليها هايلي بويزنس لان الانسان اول ما ياخد الفوسفايتس دي، اول ما ياخدها وتتعرض لدرجه رطوبه، سواء بقى بلعها اي هو هي دايما بتبقى عن طريق الجي اي تي يعني، اما بيبلعها بيبقى محتاج ميه، او اتعرضت لدرجه رطوبه او كده، بتطلع الفوسفين جاز. الفوسفين جاز ده بيعمل ايه؟ الفوسفين جاز ده له مشكلته كبيره قوي، ان هو بيعمل انهيبيشن للميتوكوندريا، بيشتغل على الميتوكوندريا. بيشتغل على الميتوكوندريا ويوقف عملها ازاي؟ عن طريق ان هو بيشتغل على السيتوكروم سي اوكسيديز انزيم اللي احنا كنا واخدينه قبل كده في البايو يعني لو تفتكروا. تاني حاجه، ان هو بينتراكت مع الهيدروجين بيروكسيد عشان يزود الفري راديكالز ويعمل ليبيد بيروكسيديشن. يبقى تاني الميكانيزم اوف التوكسيستي بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا عن طريق ان الفوسفين جاز بيطلع. الفوسفين جاز ده بيطلع ازاي؟ بيطلع عن طريق ان هو يعني حصل تفاعل معاه مع الميه، مع درجه الرطوبه، مع اي حاجه فيها رطوبه، فالفوسفين جاز ده بيطلع وهو اللي مسؤول عن الميتوكوندريا تقف. تمام. يبقى تعالوا نقرا الكلام كده. اول حاجه، ثواني الباور بوينت بتاعي بيطير. ادي الميكانيزم اوف التوكسيستي. اول حاجه، التوكسيستي ريزلتس فروم ليبريشن اوف الفوسفين جاز which is liberated following hydrolytic reaction of ingested zinc phosphide with water or acid in stomach. يبقى تاني، حد خد زنك فوسفايد او المونيوم فوسفايد، اول ما بيجي عليه الميه بيطلع الفوسفين جاز. تمام. ودي ده الستيب الوحيد اللي انا اقدر امنعها. بعد كده بقى المشاكل بتيجي. طيب الفوسفين جاز خلاص دخل ودخل الجسم، خلاص هيعمل ايه؟ قلنا هيشتغل على انه يعمل انهيبيشن للميتوكوندريا. طيب بيعمل انهيبيشن للميتوكوندريا ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي موجود جواه. الانزيم اللي موجود جواه اسمه ايه؟ اسمه سيتوكروم سي اوكسيديز، وكمان بينتراكت مع الهيدروجين بيروكسيد عشان يطلع الفري راديكالز وبتعمل ليبيد بيروكسيديشن. لحد كده تمام؟ ان شاء الله يكون كله تمام يعني. بعد كده طبعا هو خلاص دمر عمل الميتوكوندريا. طالما دمر عمل الميتوكوندريا فبيعمل نيكروزس لكل الخلايا اللي موجوده في الجسم. تمام كده. يبقى نقول ميكانيزم اوف توكسيستي تاني، حد خد الزنك فوسفايد او الالومنيوم فوسفايد واتفاعل مع الميه هيطلع الفوسفين جاز. الفوسفين جاز ده هو اللي عمل لنا المشاكل كلها. طبعا دي الستيب اللي انا اقدر امنعها. بعد كده الفوسفين جاز بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق ان هو يعمل انهيبيشن للميتوكوندريا. فبيعمل انهيبيشن للميتوكوندريا ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للسيتوكروم سي اكسيديز وبينتراكت مع الهيدروجين بيروكسيد عشان يطلع الفري راديكالز اللي بتعمل ليبيد بيروكسيديشن. طبعا كل ده بيعمل ديستراكشن لكل الخلايا اللي موجوده في الجسم. خلاص كده يعني. هو دي بصراحه يعني دي اخطر حاجه بتصيب الانسان، لان هي ملهاش العلاج بتاعها، ملهاش علاج اصلا. بجد الموضوع صعب قوي قوي بجد. بعد كده هنتكلم عن الكلينيكال مانيفستيشن، الاعراض اللي هتظهر على المريض. دلوقتي واحد واخد زنك فوسفايد او الامونيوم فوسفايد، طبعا التوكسيستي بتبقى عاليه جدا جدا جدا، فالتوكسيستي بتبقى سريعه جدا. سواء بقى الانسان خد الفوسفين ده عن طريق الانهيليشن، سواء خده او خده عن طريق الجي اي تي والزنك فوسفايد والامونيوم فوسفايد اتفاعلوا مع الميه طلعوا الفوسفين باي طريقه يعني، المهم ان الاعراض هتظهر، بتبقى سريعه جدا. اول حاجه بيقول توكسيستي ستارت فيري رابيد جاز اكسبوجر باي انهيليشن، زي ما قلنا ان هو لو اتعرض للفوسفين جاز نفسه او خده عن طريق الجي اي تي والميه اتفاعلت معاه وطلعت الجاز. تمام. طيب الكلينيكال مانيفستيشن هتظهر ازاي؟ اول حاجه لو على الجي اي تي هيحصل ايه؟ هيحصل نوزيا وفوميتنج. اهم حاجه ان هو هيعمل حاجه اسمها روتين فيش اودر اوف بريس. تمام. يبقى هو على الجي اي تي هيعمل نوزيا وفوميتنج وهيعمل ايبيجاستريك بين ومعاها روتين فيش اودر اوف بريس، وطبعا الفوميتنج بيبقى بلاك فوميتس. تمام.
طيب على الكارديو فاسكولار، لما يروح على الكارديو فاسكولار هيعمل ايه؟ هيعمل شوك. الشوك بتاعتنا بتبقى مينلي كارديوجينيك. ليه بقول عليها ان هي مينلي كارديوجينيك؟ عشان طبعا حصل سيفير هارت اتاك، بتحصل بسبب المايوكاردايتس ومعاها ديسريسميا. يبقى تاني التوكسيستي لما حصلت عملت على الجي اي تي نوزيا وفومتنج، اللي هو بيبقى لازم بيبقى بلاك فومتس، وبيعمل ايبيجاستريك بين عادي. اهم حاجه ان هو معاه ايه؟ روتين فيش اودر وبرس. بعد كده الكارديو فاسكولار بيعمل شوك، بتبقى اهم حاجه ان هي مينلي كارديوجينيك عشان حصل سيفير هارت اتاك ومعاها مايوكاردايتس ويز ديسريسميا. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها ميتابوليك لاكتيك اسيدوزس. يعني ايه ميتابوليك لاكتيك اسيدوزس اصلا؟ معناها ان اللاكتيك اسيد برودكشن بيعدي اللاكتيك اسيد كليرنس، يعني اللي طالع اكتر من اكتر من اللي بيخرج يعني. طيب ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب ان حصل عندي امبيرمنت في التيشو اوكسجينيشن، وده بيحصل بسبب الديفكت اللي حصل في الميتوكوندريا اكسجين يوتيلايزيشن. طبعا الكلام ده يعني التفسيرات دي مش لازم قوي يعني، المهم ان انت تعرف ان حصل ميتابوليك لاكتيك اسيدوزس. بعد كده لو راح على الريسبيراتوري تراكت هيعمل نون كارديوجينيك بالمونري اديما ديو تو اكيوت لارج انجري. طيب برضو عشان تفسير مش مهم قوي، بس يعني النون كارديوجينيك بالمونري اديما دي بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ان حصل عندي اكيوت هايبوكسيا. بعد كده هو تقريبا كده خلصنا الجزئيه دي، هنشوف ايه اللي باقي. لو حصل طبعا شوك واسيدوزس وهايبوكسيا، ده طبعا هيعمل ايه؟ هيعمل سي ان اس افكت، اجيتيشن سيجرز وكوم. وطبعا الديس بيحصل من 60-70% من الحالات، هو طبعا النسبه اكتر من كده بس هما بيكتبوا النسبه القليله دي. معظم الحالات اصلا بتبقى جايه ميته، كله بيجي جاي ينتحر. طب النسبه القليله دي بتحصل، الدكتوره كانت قايلاها بتقول ان النسبه القليله اللي هي ما بتحصلش، يعني هو هنا كاتب من 60-70%، بالمفترض ان 30% اللي جايين دول مش هيموتوا. ازاي مش هيموتوا؟ عن طريق ان اللي بيبيع الزنك فوسفايد او الالومنيوم فوسفايد ده حطه في بيئه رطبه فيها رطوبه عاليه، فالفوسفين جاز اتفاعل مع اللي هو الزنك فوسفايد والالومنيوم فوسفايد، اتفاعلوا مع الرطوبه فطلعوا الفوسفين جاز، فيعتبر ايه؟ صلاحيته انتهت. فلما يجي حد يجي ياخده ينتحر بيه هيلاقي الصلاحيه بتاعته منتهيه، فاللي هو هيقولوا بقى في الاخر ان هو ما حصلش وفيات بسببه. بس هو لا، هو لو حد خده، معظم يعني يكاد يكون 99% من الحالات اللي بتاخده ما بيلحقوهاش. تمام كده. بعد كده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن التريتمنت. التريتمنت طبعا حد جاي واخد زنك فوسفايد الومنيوم فوسفايد، واحنا لسه بنقول ان هو بيتفاعل مع الميه بيطلع لنا الفوسفين، فطبيعي ما ينفعش اي حاجه فيها ميه، ما ينفعش اديله ميه خالص. طب في الحاله دي اديله ايه؟ لو هي حاله ايرلي بديله زيت البارافين اللي هو البارافين اويل، او بديله كوكونات اويل، او بديله بيكربونات صوديوم. يبقى في الايرلي كيسز بديله بارافين اويل او كوكونات اويل، تمام، او بيكربونات صوديوم. طب لو حاله بقى سيمتوماتيك كيسز، بتبقى في الحاله دي الحاله فيها اعراض، تمام، احنا قلنا في الايرلي كيسز بديله وهو يا دوبك لسه احنا عرفنا ان هو خد زنك فوسفايد او الومنيوم فوسفايد، واحنا رايحين بنديله زيت البارافين على طول في اسرع ما يمكن بحيث ان هي تقلل الاكشن شويه. طيب لو هي حاله سيمتوماتيك والاعراض ظاهره، طبعا الاعراض ظاهره انا هعالج الاعراض بس خلاص، انا مش في ايدي اي حاجه غير ان انا اعالج الاعراض، بديله بقى علاج سبورتيف، بعالج الاعراض. لو هو عنده شوك اديله ادرينالين، لو هو عنده ميتابوليك اسيدوزس بديله بيكربونات صوديوم، لو هو عنده اوكسيديتيف ستريس بديله فيتامين سي، وبديله ان اسايل سيستاين. يبقى تاني في الايرلي كيسز بديله بارفن اويل، بديله كوكونات اويل، او بديله بيكربونات صوديوم. طب لو حاله فيها اعراض، اهم حاجه ان انا اعالج الاعراض، ولو هو عنده شوك بديله نور ادرينالين، ولو هو عنده ميتابوليك اسيدوزس بديله بيكربونات صوديوم. بعد كده بديله فيتامين سي وان اسايل سيستاين عشان اقلل الاوكسيديتيف ستريس. تقريبا خلصناها كده، اما نشوف اللي بعده. بعد كده هنتكلم عن الانتي كواجولانت رودينسايد. الانتي كواجولانت رودينسايد اللي احنا خدناها اللي هي الوارفارين تايب وفيتامين دي 3 اللي هو الكالسيفيرول. طيب الانتي كواجولانت رودينسايد دي بتشتغل ازاي؟ اللي احنا خدنا الصوره بتاعتها كانت اللي هي اللو بويزنس،
تمام لو تفتكروا معايا، اللو بيزنس اللي هي كانت شكل حباية الغلة وملونة. طب ما احنا اقعد اقول ليه عشان نفتكر سوا، ثواني. اللي هي في الصورة هنا دي، دي كده اللو بيزنس، هي الورفرين تايب، هي الانتي كواجلانت، تمام كده. بسم الله. الانتي كواجلانت رودن سايد دي بتشتغل ازاي؟ ليها ميكانيزم اوف توكسيستي. اول حاجه لما الانسان بيتعرض بقى لجرعات صغيره منها بيحصل فيه التوكسيستي، بس طبعا هي لو بيزنس يعني بقدر اعالجها. طيب بنقول ايه الاول؟ ثواني نقرا الكلام مع بعض بقى. توكسيستي اوكرز افتر اكسبوجر اوف تو ريلاتيفلي سمول دوزز، ذس از ذا موست كومن بوث رودن سايد اند هيومنز. طبعا التوكسيستي بتحصل لو حد خد كميه يعني سمول دوزز يعني، او لو حد خد رودنتسايد وايل ووز اون ثيرابيوتيك انتي كواجولانت. لو واحد خد رودنتسايد وهو ماشي على علاج بتاع الانتي كواجولانت، تمام كده. بعد كده بيقول ان اول انتي كواجولانت رودنتسايد اكت باي انترفيرينج وذ سينثيسيس اوف فيتامين كي. ان الانتي كواجولانت رودنتسايد اللي هو الوارفرين تايب اللي احنا بنتكلم عنه بيشتغل عن طريق ان هو بيتدخل مع فيتامين كي. واحنا عارفين ان الفيتامين كي ده هو اللي مسؤول عن البلد، الفيتامين المسؤول عن البلد كواجوليشن، تمام كده. وكمان الانتي كواجولانت دول بيشتغلوا على الكلوتنج فاكتورز بتوعنا اللي هم مين؟ اللي هم 1972 اللي هو 2 و7 و9 و10. يبقى تاني الانتي كواجولانت رودنتسايد دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق بتعمل توكسيستي عن طريق ان الانسان اخذ منها دوز قليله و او خدها وهو ماشي على ثيرابيوتيك دوز للانتي كواجولانت، والانتي كواجولانت دي بتشتغل على شغلها كله على فيتامين كي اللي هو اصلا الفيتامين المسؤول عن البلاد كواجوليشن، وكمان بتشتغل على ان هي بتعمل انترفيرنس مع الجروتنج فاكتورز اللي هم كام؟ 1972. بعد كده هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر الاعراض اللي بتظهر على المريض دلوقتي. احنا قايلين ان الوارفرين تايب ده كان لو بيزنس خالص. فالبدايه هحكي قصه صغيره. كان في واحد سم الفيران اللي هو الوارفرين تايب ده، واخد 3 اكياس ورايح بيهم الاستقبال، واخدهم وقاعد. المشكله ان هو ايه يعني، كان واحد بينتحر وراجل كبير والحياه صعبه عليه وكده، فخد 3 اكياس واللي هو ايه عمال يظهر عليه الاعراض بس ما ماتش في الاخر. فراح المستشفى اكتشف ان هو ايه، ان هي عشان خاطر لو بيزنس فالافكت ما بتظهرش في اول 12 ساعه ل 24 ساعه. يبقى عشان بس نفتكر بالقصه دي، ان الكلينيكال بيكتشر في بدايه في اول من 12 ساعه ل 24 ساعه ما بيبقاش فيه اي اعراض. الاعراض اللي بتبقى ظاهره اعراض عاديه ان هو واخد يعني نوزيا وفوميتنج والحاجات دي كلها، انما فكره ان هو بقى يبليد والحاجات دي كلها ما بتظهرش في البدايه خالص. طيب لو بعد 12 ساعه ايه اللي هيحصل؟ لو بعد 12 ساعه انا بقول ان هي اسمها انتي كواجولانت يعني مضادات التقلب، يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل بليدنج. يبقى بعد 12 ساعه بنقول ان هو انتي كواجولانت افكت ابير ان فورم اوف سيرت كواجوليشن ستادس. فبيحصل اهم حاجه بعد 12 ساعه ان بيحصل سبينوس بليدنج، بتحصل بقى من كل حته في جسمه، من النوز، من الجامز، من الجي اي تي، من يورينري تراكت. وكمان ان البليدنج ماي نوت اوكرز وايل ايفيدنس اوف انتي كواجولانت افكت ماي بريزيست فور 5 ايام. يعني ممكن البليدنج ما يحصلش بالرغم ان انا عندي في دليل على الانتي كواجولانت افكت. يبقى تاني الكلينيكال بيكتشر اللي عندي قلنا من اول 12 ساعه ل 24 ساعه ما بيبقاش فيه اي اعراض. بعد 12 ساعه بيحصل البليدنج. بعد كده هنتكلم عن التريتمنت. والتريتمنت اهم حاجه في لو واحد لسه واخد الوارفرين تايب ده دلوقتي، في الحاله دي ما ينفعش اديله فيتامين كي. هنقول ما الفيتامين كي هو مسؤول عن هو الكلوتينج انزيم اللي هو مسؤول عن انتي كواجوليشن. طيب انا ما ادلوش فيتامين كي ليه؟ ما ادلوش الفيتامين كي لان الفيتامين كي اصلا ما بيستخدمش كبروفلاكسس، يعني هو خلاص
البويزن ده هيعمل المفعول بتاعه، فانا هديله فيتامين كي ليه؟ انا هديله فيتامين كي بعد ما اشوف السيمبتومز. تمام، يبقى في البدايه خالص ما بديلوش فيتامين كي، بديله ايه؟ بديله اكتيفيتد شاركول عادي خالص. يبقى في البدايه ثواني، تريتمنت كونسيستس اوف اكتيفيتد شاركول في الايرلي بريزنتد كيس. يبقى في الايرلي بريزنتد كيس بديله اكتيفيتد شاركول، ما بديلوش فيتامين اي. بعدها بقى حصل بقى ايه؟ حصل بليدنج وحصل المشاكل كلها، بديله ايه؟ هنا بقى اديله فيتامين كي. يبقى ان ديستريبتد كواجوليشن ستاتس بديله فيتامين كي، وبديله وليه جرعه معينه لازم تتحفظ اللي هي تقريبا بتبقى 5 ملي جرام في الاطفال و20 ملي جرام في الادلت. يبقى ان ديستريبتد كواجوليشن ستاتس فيتامين كي بديه اورالي 5 ملي جرام في الاطفال و20 ملي جرام في الادلت 2 ل 4 مرات في اليوم. طيب خلاص حصل البليدنج، في الحاله دي البليدنج حصل والدنيا اتلخبطت خالص، بدي ايه؟ بدي بنقله بلازما، فريش فروزن بلازما اند اكتيفيتد فاكتور اللي هو السابع. تمام كده، يبقى التريتمنت في البدايه خالص ما بديلوش فيتامين كي، بديله اكتيفيتد شاركول. بعدها بشويه لما بيحصل ديسربشن في الكواجوليشن بديله فيتامين كي، والجرعه بتاعته مهمه 5 ملي جرام في الاطفال و20 ملي جرام في الادلت. ولو حصل بليدنج خلاص في الحاله دي بدي فريش فروزن بلازما، واديله الكلوتنج فاكتور اللي هو رقم 7. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره، اتمنى ان اكون ما قصرتش. هي طبعا المحاضره فكره ان هي اتقدمت دي كانت صعبه عليا شويه لان ما كنتش عامله حسابها خالص، فلو في تقصير اعذروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.